تواصل وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار اعلى من السعر الرسمي. وتمكنت اجهزه الوزاره خلال 24 ساعه من ضبط 520 قضيه تموينيه بمضبوطات بلغت اكثر من 269 طن مواد غذائيه وغير غذائيه. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 141 طنا بالإضافة إلى ضبط أكثر من 65 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط قرابة 62 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 156 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.